السلام عليكم، أرجو أن تكونوا في صحة جيدة وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم سنشرح طريقة تسريع وتبطيء الفيديو على برنامج كاب كات على البي سي. كاب كات هو واحد من أقوى برامج المونتاج المجانية التي ظهرت الفترة الأخيرة. بعد تحديد جزء الفيديو الذي نرغب في تسريعه، تظهر لنا جدول على اليمين وهو جدول العمل. نضغط على أيقونة السرعة أو على سبيد، نضغط على كيرف، تظهر لنا خيارات عدة وهي عبارة على منحنيات متنوعة يمكننا كأول مرة اكتشافها وتحريكها أو ملاحظتها فقط للاطلاع. إذن هذه الخيارات: الخيار الأول هو تسريع خفيف ثم تبطيء ثم الرجوع إلى الوضع العادي. المنحنى الثاني هو تسريع خفيف تبطيء إلى أقصى حد ثم تسريع خفيف. المنحنى الثالث هو دخول الفيديو في الوضع العادي ثم تبطيء إلى أقصى حد ثم الرجوع الفيديو إلى الوضع العادي. المنحنى الثالث هو دخول الفيديو في الوضع العادي ثم تسريعه إلى أقصى حد ثم رجوع الفيديو إلى وضعه العادي. بعد اكتشاف ما تحويه هذه المنحنيات من حركات، نحن نرغب في تسريع احترافي يدوي. نقوم بتحديد جزء الفيديو الذي نرغب في تسريعه بالضغط على انقسام، ثم نضغط على كاستمايزد، ننزل إلى الأسفل، نلاحظ وجود خط مستقيم به دوائر في الوسط. نقوم بتحريك هذه الدوائر. إذا حركنا الدوائر إلى الأسفل، نحرك الدائرة إلى الأسفل يكون التبطيء، ثم الدائرة التي تليها نقوم بتحريكها إلى الأسفل يتم التبطيء. نكتشف ما تحصلنا عليه في هذا الفيديو. في كل مرة نقوم بحركة نقوم بفتح الفيديو واكتشاف ما تحصلنا عليه من تبطيء أو تسريع. إذن وضع دخول الفيديو في الوضع العادي، تبطيء ثم تبطيء ثم الرجوع إلى الوضع العادي. إذا أعجبنا الفيديو نعمل عليه ونقوم بتحميله، وإذا لم يعجبنا نقوم بتغيير التبطيء أو التسريع. إذن نرفع هذه الدائرة إلى الأعلى وبذلك يكون التسريع. في كل مرة إذا أرفعنا الدائرة إلى الأعلى يكون التسريع، تتقلص مدة الفيديو. أما إذا أبطأنا الفيديو تكبر مدة الفيديو. إذن تسريع دخول الفيديو بسرعة ثم تبطيء ثم تبطيء ثم تسريع. نرجو أن تكون قد حصلت الإفادة للجميع. لا تنسونا بلايك. نلتقي بإذن الله في فيديو قادم وإفادة جديدة إن شاء الله.